50. أولا اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. قيمة السرعة الوسطية لتكون المادة C تساوي 0.15، فتكون السرعة الوسطية لاستهلاك المادة A كذا. هون تستخدم العلاقة اللي بتربط بين المادتين، لأن هذيك تكون وهذيك شو؟ استهلاك، فبدك علاقة بتربط بيناتهم. تعلمناها بالدرس، انتبه كيف. عندك 2A زائد B يعطي 3C، 2A زائد B يعطي 3C. قلنا كتاب مفشكل كتير على اللوح شكله. ورجيني كيف مكتوبة، اعملي قف مؤقت انسن. هات التفاعل قلنا بنقسم على عدد المولات. هون ان المادة اللي عم تتفاعل بتزيد ولا بتنقص؟ شو؟ بتزيد ولا بتنقص؟ تنقص. قول ناقص واحد على اثنين بتركيز A دلتا A على دلتا T. هيك كنا بنعمل. يساوي تجي على البي نفس الطريقة، ناقص دلتا تركيز B تغير تركيز B على دلتا T. يساوي تجي على الجهة الثانية، هي شو بتصير؟ زائد، ومنقسم على عدد المولات، واحد على ثلاثة دلتا تركيز سي عدلت. هاي طريقة. طريقة تانية ان هدول مع بعض مع الناقص ان في افريج لا اه، اذا بتصير نص هدول مجهم مع بعض هي السرعة الوسطية لاستهلاك الار. هلا البي ما بدنا اياها لانه ما عم يسالونا عن البي، عم يسالوا عن الا والسي. هن عاطينا السي بدنا الا. مروا لعند السي، هيدا مع الزائد هو في افريج لمين؟ للسي. هي العلاقه يلي هن بدهم اياها. هلا بنعوض، شو بصير معنا؟ نص في افريج للا بيساوي ثلث. شو الرقم اللي عطونا اياه للسي؟ 0.15. هلا الوسطين بالطرفين، 2 بتطلع لفوق بتصير 2 ضرب 0.15 على 3. 2 ضرب 0.15 0.30، على 3 0.10. اي خيار؟ خيار الأول 0.1 أو 0.10. إذا تعمل وسطين بالطرفين بيطلع عندك الخيار. طب الطريقة وتأكد من طريقتك الماضية. ثاني يتفكك المركب. إيه كنا عم نحكي على التعويضي إنه يوم تفوتوا على اليوتيوب تحضر حكي المركب NO2 وفق التفاعل أعطاك معادلة، أعطاك معادلة 2NO2 يعطي 2NO زائد O2. فإذا علمت أن تركيز NO2 يتغير من 0.01 إلى 0.064 خلال 100 ثانية، انتبهوا شو بنعمل. دلتا تركيز، تغير تركيز ذاك، تركيز الجديد ناقص القديم على الزمن الجديد ناقص القديم، عم يطلع الجواب ناقص 0.36 ب 10 اس ناقص 4. هذا لمين؟ يتغير ال O2 لهذا. هذا حسبوا له السرعه الوسطيه للتفاعل. ليه؟ في افريج لمين؟ لل O2، السرعه الوسطيه للاستهلاك. اللي بعد، فتكون سرعه تشكل الاكسجين، معناها كمان بدنا علاقة بيناتهم مثل اللي عملناه هونيك بالضبط. كيف نعمل العلاقة اللي بيناتهم؟ شو عدد مولاته لهذا؟ 2. 2، فلاحظ
ناقص 1 على 2 تغير من 2 على دلتا تي. هذاك شو عدد مولاته؟ 2. ليش كاتبين 1؟ لأنه بدون الأكسجين. 1 على 1 دلتا تغير 2 على دلتا تي. هلا هدول مع بعض مثل ما عملنا هونيك، هدول مع بعض ان في افريج لمين؟ للاو 2. وهذا هو في افريج للاو 2، وسطين بالطرفين 2 بتنضرب بهم. بيطلع معك الجواب 1.8. او لا احنا معنا هي ما احنا بدنا الاكسجين، تركيزه لهذا اللي طلع معك اللي هو 0.36 بتقسمه على مين؟ على 2، عم يطلع ناقص 1.8 ب10 بدون الناقص. ان الناقص مع هذا هو بأبرج، معناه في غلط مطبعي، ليش طلع؟ هي عملها زي مفهوم. بيطلع جواب 1.8 ب10 اس ناقص، شيل الناقص بالجواب. لأن الناقص مع دلتا ان او 2 على دلتا تي هو بأبرج. طلع 1.8 ب10 اس ناقص 5. كل هون في ناقص هي الناقص هي ليكم تغير التركيز على تغير ناقص بناقص بيرجع كمان شو؟ زائد. اصلا بالخيارات ما في ناقص فانت بتختار ال 1.8. بعدين احنا قلنا سرعه التشكل ما بصير تكون سالبه صح؟ 3 تم زياده تراكيز المواد المتفاعله إلى مثلي ما كانت عليه ولم تتغير سرعة التفاعل. طب شو يعني لم تتغير سرعة التفاعل؟ يعني لو قلنا جملة يعني السرعة ثابتة معناها الفي تساوي كي. لما بقول لك ما تغيرت سرعة التفاعل معناها الفي تساوي كي ثابت يعني. خيار سي. 4 إذا زاد التركيز المادة A إلى مثلي ما كان عليه، انتبهوا هاي سؤال دورة. 3A زائد B يعطينا 1. انتبهوا هاي شو؟ سرعة التفاعل هي K بتركيز A للتكعيب بتركيز A. طب أنا شو بدي أعمل؟ بدي زيد سرعة تفاعل الـ A إلى مثلي ما كانت عليه، يعني V تساوي K. الـ A هي بدي اعملها 2 اون. البي غيرناها شيء؟ البي لا، لاحظ بدل الا شو كتبت؟ 2 اون، هي السرعه الجديده دي فتحه. طيب معناها دي فتحه هي ك مكعب الاثنين 8 ب ا مكعب ب ب. هيضم مع بعض بدون الثمانية ان السرعة القديمة معناها البي فتحة هي 8 بي. صارت الثمانية زيادة ليه؟ لأن اثنين تكعبت. أي خيار هذا 8 بي؟ الخيار 4. طبعا الحل هونيك صحيح. الخيار تزداد 8 مرات، الخيار بي. إذا الخيار بي. ضل عندنا وظائف صفحة 59 بالمسائل. هلا في عندنا حل أسئلة درس شو اسمه الدرس؟ سرعة التفاعل. أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. بدنا ندير بالنا على هدول لأنه في منهم أسئلة دورة. أول سؤال، سؤال دورة هام جدا. احتراق مسحوق الفحم، لون كلمة مسحوق. لون كلمة مسحوق. أسرع من احتراق قطعة الفحم، لون كلمة قطعة. مماثلة له بالكتلة وبشروط مماثلة. ما في مشكلة، أنا ما بيهمني نوع القطعة، بيهمني أنه عم يقارن بين المسحوق والقطعة، بين المسحوق والقطعة. احتراق المسحوق أسرع من القطعة. السبب لأن مساحة سطح التماس في مسحوق الفحم أكبر من مساحة سطح التماس لقطعة الفحم المماثلة لها بالكتلة. إذن
مساحة سطح التماس، ولو كلمة أكبر هي اللي عليها العلم. السؤال الثاني، تفسير الثاني، تزداد سرعة التفاعل بزيادة تركيز المواد المتفاعلة. كل ما ازداد التركيز كل ما ازدادت السرعة. الجواب، لأن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة حركية أكبر أو تساوي طاقة التنشيط، فيزداد عدد الصدمات الفعالة، بلا كلمة فعالة ما في علامة، مما يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل. هذا التفسير مرق معنا بالدرس. هلا انتبهوا علي، الثاني والثالث بيشبهوا بعض. هلا بالثاني، لا هلا هذا جواب الثاني تبع درجة الحرارة. وين الثاني؟ فرجونا اياه. بنعيدها يلا. تؤدي زيادة درجة الحرارة، ليك لأنهم يعملوا لأن زيادة درجة الحرارة. طبعا الاثنين عندهم جوابهم بسبب زيادة، لاحظ، عدد التصادمات الفعالة. هلا عندك سألتك أنا ليش بتزيد سرعة التفاعل؟ أهم شيء هي الجملة. بسبب زيادة عدد التصادمات الفعالة. إذا قلت لك تزداد سرعة التفاعل بزيادة درجة الحرارة، تكتب الجواب رقم 2، لأن يعني زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة عدد الجزيئات إلى آخره. أما إذا قلت لك زيادة التركيز تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل بسبب زيادة عدد التصادمات، يعني اثنيناتهم عم يرجعوا لنفس المكان. أربعة، التفاعلات التي تحتاج لطاقة تنشيط منخفضة تميل إلى أن تكون سريعة. لو إن كلمة منخفضة، لو إن كلمة سريعة، اللي بدها طاقة تنشيط منخفضة بتكون سريعة. تقول لأن عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة تنشيط يكون كبير. لو عكسنا لها التفسير وعملنا التفاعلات التي تحتاج لطاقة تنشيط مرتفعة تميل إلى أن تكون شدة، تكون بطيئة. طب فوق كلمة منخفضة مرتفعة، فوق كلمة سريعة بطيئة، ممكن يعكسوا لنا التعليم. بيكون الجواب هاي، نحن هنا جلس خليك معي ولا لك خبر شو عم يصير، ما مشكلة. الجواب نفسه، لأن عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط يكون صغير. لو عكسوا لنا السؤال كان الجواب هو شو يكون صغير. لو عكسوا لنا السؤال. ثالثا، سؤال دورة، يبين المخطط الآتي تغير الطاقة خلال مراحل حدوث التفاعل. بين اسم كل مرحلة ونوع الطاقة. هلا المرحلة الأولى هون اسمها المتفاعلات، هو عم يقول لك بين لي اسم المرحلة ونوع الطاقة. اسمها المتفاعلات، بس نوع الطاقة طاقة المواد المتفاعلة. اسم المرحلة متفاعلات، بس نوع الطاقة شو نوعها؟ طاقة المواد المتفاعلة. الرقم 2 هي المسافة من هون لهون، هي المسافة بين المتفاعلات والمعقد النشط، وتسمى طاقة التنشيط. إذا المرحلة الثانية شو اسمها؟ طاقة التنشيط. وين الثلاثة؟ طاقة النشط. شوف بين المواد المتفاعلة من هون والمواد الناتجة، هون في طاقة منتشرة، هون في طاقة منتشرة. آخر شيء هون النواتج، والطاقة شو اسمها؟ طاقة المواد الناتجة. يقف موقع تنسي.